يا هلا والله بالجميع، كيفكم؟ طيبين. اليوم راح نجرب نطلع كل وحده لوحده، نجرب كيف، هل هتضبط هل ما هتضبط. بداية راح نحاول نقصها كذا من فوق يعني ونشوف. نجيب سكينة، تمام كده ضبطت. طيب نحاول نشوف لنا واحده نطلعها، نضغط كده عشان نلينها. انتبهوا يدكم لان بعضها تجرح. طيب نحاول نخرج اول واحده بالسكينه، نوعا ما ضبطت بس باستعمال السكينه. نبي نجرب بدون سكينه، لازم بالسكينه. استعمال السكينه سهل، من يوم ما تشيل واحده خلاص. صراحه شكلها مره جيد، ما راح تحتاج شوكه ولا تحتاج اي حاجه. بس احنا بنجرب بدون، اتوقع لازم تكون الين من كده. زي ما انتم شايفين السكينه بكل بساطه تخرج. صراحه طريقه مره احسن من انه تتقطع وبعدين نشال اللي في النص والكلام ده كله. يا سلام، شايفين كيف؟ نعطيها دوقة. والله لطيفة، لطيفة جدا. طيب شوفوا كيف التقطيع ببساطة ببساطة. بس تحطوا السكينة بين الفواصل بكل بساطة تسحبوا. بكل بساطة، حتى ما تحتاج سكينة قوية أو شيء، يعني ما تحتاج السكينة هذه، سكينة عادية حق مطبخ مرة تكفي. طيب وهذه طريقة من الطرق، في دقائق معدودة فكناها. والجميل في الموضوع إنه بشكل مرتب، وغير كذا إنه اللي في النص هذه القوية ما نحتاج نبعدها أو شيء، حتكون في الوسط واحنا هناخد من الاطراف. وهذه فكرة من افكار القص للناس وتقدم بشكل جميل. دحين نرصها في الصحن او في زبدية ونشوف. زي ما انتم شايفين هذه القطعة اللي في النص خرجت بكل بساطة وبدون اي عناء. الشكل النهائي طبعا ملاحظة، لازم تتغسل الأناناسة قبل التقطيع من برا عشان لا يكون في غبار او يكون في شيء. ممكن نحط لها ثلج فوق عشان تكون بارده. بكل بساطه اذا الواحد يبغى واحده يشيلها وبالهنا والعافيه. كان معاكم باسم، اشوفكم فيديو ثاني ان شاء الله، والسلام عليكم.